وصلنا معكم لفقرتنا الطبية يلي رح نحكي فيها عن الجلد الزائد والمترهل يلي هو مشكلة شائعة عند الكثير من الأشخاص يلي خففوا وزنهم وبتزيد من احتمالية ظهور الجلد الزائد المرافق للترهلات مع التقدم بالعمر وتحديدا بمنطقتي الذراع والفخاد. عمليات شد نور هي الخيار الأفضل لهي المشكلة، ولكن إمتى بيقدر الشخص إنه يعملها وشو هي شروطها وتفاصيل كثيرة عنا رح يخبرنا إياها الدكتور شادي رحمة الاختصاصي بالجراحة التجميلية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نخبرك مشاهدينا شو بنقصد بعملية شد الأذرع والأفخاد. طبعا أول شيء صباح الخير، حبيت سلط الضوء على هالموضوع هذا بالذات لانه فعلا هو موضوع مهمل بجراحه التجميل، يعني ما انه مضوى عليه منيح. طبعا دائما نحن في عندنا شكايه بتصير عندنا عند النساء هي نوع من الترهل او نوع من هبوط بالاذرع وبالفخذين. طبعا اكثر شيء هي بنشوفها عند النساء المسنات احيانا او الصبايا اللي ما يمارسوا رياضه كثير، بينحفوا شوي او الوزن تبعهم بيتموج بين الزايد وبين الناقص، بالاضافه للاشخاص اللي بيعملوا عمليات جراحه البدانه بصير هبوط وزن او بيهبط وزنهم بشكل كثير قوي، فبصير عندهم نوع من الهبوط الاذرع او هبوط الافخاذ. احيانا كثير بيكون هذا الهبوط كثير قوي بحيث انه بيعيقهم بالحياه العمليه، يعني احيانا ستات البيوت بيكونوا بدهم يطبخوا بتلاقي عم تعيقهم بالحركه، عم تدق بالنار، فهي مشكله مانا كثير مانا سهله لكن مهمله للاسف. هلا تدق بالنار مو مشكله، بس تنزع موديل الفستان هون الكارثه. هون الكارثه بقى. طبعا اكيد طبعا. دكتور بس ما فينا نقول انه اي حدا بيقدر يروح يعمل هي العمليه، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء انه اي بنت اذا بتعمل هي الحركه بتلاقي انه في ترهلات، مو ترهلات يعني انه شوي هيك طري اللحم اذا فينا نقول، اكيد مو اي وحده بتحمل حالها بتروح بتعمل هذا الاجراء، امتى فينا نعمل او امتى صح نعمل هالاجراء؟ طبعا دائما هون بدنا نميز بين شغلتين، يعني في عندنا الاذرع المكتنزه خلينا نقول اللي بتكون فيها حجمها او قطرها زايد، يعني فيها شحوم زياده، هون ممكن نحن نلجا لعمليه شفط الشحم بالفيزر بجهاز خصوصي لهالموضوع هذا. تمام. بينحت بيرسم شكل الذراع وبيشد بنفس الوقت. اذا كان في عندنا فائض جلدي، يعني اذا كان في عندنا هون مثل شويه بعد ما فضينا عم يرج، فهون نحن بعد ما فضينا طبعا دائما العمليه نحن بنقيم منها الشحم بالمرحله الاولى، المرحله الثانيه بنعمل عمليه شد او بنعمل عمليه استئصال للجلد. والفخاد نفس الشيء كمان، بيكون احيانا في عندنا سيلوليت بسموه بالعاميه بسموه سيلوليت، بيكون في عندنا جلد مترهل او كميه كبيره من الشحوم موجوده بمنطقه الافخاذ او جلد زايد، بنعمل عمليه شد الافخاذ بنفس الوقت. طيب خبرني اكثر عن هذا الاجراء دكتور، هل انا بقدر اعمله بدي اعمل مثلا شد وشفط وتكبير، ولا لا بدي استنى بعد ما اخسر وزن ولاحظ فعلا ظهور هي الترهلات لا بعملها، ولا لا لازم تترافق مع عمليات الشفط والشد؟ طبعا دائما نحن بنفضل اذا كان في عندنا نقصان وزن متدرج بنفضل انه نستنى حتى يتوقف نقصان الوزن او حتى يثبت الوزن بشكل ثابت. هون بنجي نعمل عمليه شد الاذرع او شد الافخاذ. طبعا هون نحن بنميز بين كل عمليه لها شكلين. الحقيقه دائما نحن ما في جرح تبع شد الاذرع او شد الافخاذ ما فينا نخبيه، بنحاول قدر الامكان نتحايل عليه، يعني ممكن نعمله نحن بباطن اليد بحيث انه طالما الايد مسكرة ما غير مرئي، لكن بس ترفع ايدها الست او الصبيه دائما بده يبين. كمان شد الافخاذ دائما بيكون بنحاول نعمله على كنار او ضمن السليب او الاندروير. طبعا بالنسبه لشد الاذرع مثل ما تفضلت انه في عندنا درجتين. اذا كان في عندنا كميه خفيفه، اذا كانت صبيه بمقتبل العمر عندها كميه ترهل كثير خفيفه، ممكن نحن نعمل شد افقي، شد مخفي تماما تحت الابط، وهون نحن بنشد الجلد وبنستأصل كميه من الجلد، كميه متوسطه خلينا نقول من الجلد، وبنفس الوقت نحن بنستأصل الجلد اللي فيه الغدد العرقيه، وبالتالي بنريح الصبيه من موضوع التعرق والصيد. ليش هو مو الجرح طولي؟ احيانا بيكون افقي، لا اذا كان في عندنا درجه خفيفه من ترهل الجلد بنعمل عمليه نحت، بنستأصل الشحوم وبنعمل جرح افقي تحت الباط تماما غير مرئي وبنشد الجلد. هلا اذا كان في عندنا ترهل كثير كبير مثل الحاله اللي حكيناها انه في عندنا عم يعيق حركتها مو عم تقدر تلبس، نعمل جرح طولي، هو جرح مخفي طبعا، اما بيكون بباطن اليد او بيكون بمؤخره الذراع او بيناتهم،
دائما بيكون مخفي وبنعتنى فيه بشكل كثير كبير بعد العمليه من ناحيه الليزر، بنعمل له المراهم ترميميه بحيث انه قدر الامكان نحن نتحايل عليه ونخليه مخفي او خط ابيض قدر الامكان. هلا بالنسبه لعمليه شد الفخاذ كمان في عندنا درجتين، اما انه تكون درجه خفيفه او درجه علويه، الجلد الزايد هو جلد كثير علوي قريب من العانه، فهون نحن بنعمل جرح افقي تحت كنار السليب او كنار البكيني وبنعمله مخفي قدر الامكان. هلا اذا كان في عندنا جرح كثير كبير، اذا كان في عندنا فائض جلد كثير كبير، اذا كان الصبيه او الشاب حتى نازل له 50 60 كيلو، فاكيد نحن لازم نعمل نحن جرح كمان افقي، لكن كمان نحن بنكون جرح مخفي وما بتعرفي في شعر عند الشب، فهذا كله بيكون كمان جرح مخفي قدر الامكان. ومثل ما ذكر دكتور يمكن صار في يعني تقنيات تجميليه كثيره ان كان بالليزر او حتى المرممات اللي كثير مهمه ممكن تنعمل بعد العمليه. كمان دكتور في عالم كثير بتصير بتفكر انه انا فايت غرفه عمليات وفايت صايره وصايره بكون عم بعمل انفي بشد الارداف او الفخاذ، هل ممكن يصير هيك شيء ولا لا؟ هذا دائما بيصير خاصه بموضوع الفخاذ، فدائما موضوع الفخاذ يعني بيكون شد الفخاذ ناقص اذا ما عملنا تكبير للمؤخره او تكبير للارداف او شد للارداف. طبعا هون نحن بنميز يعني دائما نحن بس نعمل شد الافخاذ او نحت او تجميل للافخاذ، خلينا نقول في عندنا الافخاذ الداخليه والافخاذ الخارجيه. طبعا دائما نحن بنعمل عمليه شد للافخاذ الداخليه بالاضافه لشفط الشحم. هلا بالنسبه للارداف دائما بنلجا لعمليه، طبعا دائما نحن عندنا فائض شحمي اذا على سبيل المثال عم نعمل شد بطن او عم نعمل نحت تجميلي، دائما نحن بناخذ الشحوم اللي بنستخرجها من المناطق الثانيه وبنصفيها وبنحقنها بمنطقه الارداف او منطقه المؤخره، فبتعطي شيء اسمه برازيليان ستايل او المؤخره البرازيليه اللي بتعطي تقبب حلو بيكون مناسب كثير لطريقه اللبس. يعني طبعا. دائما نحن بتعرفي يعني اذا كان في عندنا فستان حلو وكان في ما هو الهم الفستان، كل السبب تماما الفستان تماما بدايه يعني حديث بالفستان. فدائما نحن اذا كان في عندنا ارداف مسطحه ما بتعطي الشكل الحلو، ما بتعطي جماليه اللبس، فدائما نحن بنميز بين شغلتين بتكبير المؤخره او شد المؤخره، اما انه عن طريق الشحم، وهون 50 ل 60% من الشحم اللي نحقنه بدوب بعد 3 لشهر بيثبت، فدائما نحن بنستعمل عمليه حقن الشحوم من اجل تكبير المؤخره، دائما نحقن ضعف الكميه بحيث شو ما داب عنا يضل في شيء حجم مقبول، لانه في 70% بدهم يروح. هلا اذا ما عندنا شحم ما في عندنا غير الحشوات السيليكونيه، طبعا هي فيها ميزه انه بتعطي تقبب حلو ثابته بمحلها وبتعطي كمان شكل حلو ودائمه. ما لها يعني مخاطر دكتور؟ طبعا ما في، بالعكس عمليه كثير حلوه، التدابير تبعها شوي هيك صعبه يعني بعد العمليه. بعد العمليه دائما المريضه بدها اول شيء تمتنع عن الابر العضليه بشكل نهائي، ثاني شيء بدها بعد العمليه مباشره بدها تنام على بطنها 3 ايام، هي صعوبتها يعني في شويه صعوبه بالحركه يمكن. او لبكه بالعمليه، لكن هي عمليه كثير حلوه، انا عامل منها كثير حالات والنتائج كثير بتبيض وش مثل ما بيقولوا، وكثير بتشجع المراه على انها تقوم فيها. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي عن العملية وقت اللي بيتم دخول المريض للإجراء العمل الجراحي، في توصيات ممكن نقول له قبل وبعد؟ يعني نحن ممكن مثلا بعرف بعد عملية الشد والشفط نحن بنلبس مشدات، طب الإيدين والرجلين مشان ما يصير فيهم وزمة، في توصيات بنخبرها للمريض؟ طبعا هي عملية بسيطة، أول شيء لازم ندرس المريض، لازم نعمل له تحاليل، نشوف شو تمنياته وشو مطلوبه من العملية، أحيانا موضوع الجرح بيعرقل العملية كلها، أحيانا بيكون هو رضيان بهذا الجرح، لأنه أكيد أنا برأيي الشخصي ورأي أي طبيب تجميل يعني موضوع خط أبيض، جرح خط أبيض أكيد أفضل جماليا ونفسيا حتى من موضوع ترهل كتير كبير، تعرق، تعطم بيصير بهالمنطقة، عدم ثقة بالنفس، خجل، أحيانا ما تقدر تلبس مايو، ما تقدر تروح على المسبح، فدائما الجرح اللي هو خط أبيض بعد سنة دائما بيكون أفضل من هالترهل. فهي عملية بسيطة ممكن بتجرى تحت التخدير العام أكيد، طبعا مدتها ساعة أو ساعة ونص، طبعا دائما بعدها لازم يكون الحركه شوي بطيئه او شوي في راحه لمده يومين ثلاثه خلينا نقول، وبتلبس مشد لمده 3 اسابيع او شهر. بتوجع او ما بتوجع دكتور؟ لا دائما 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 بجراحه تجميل في مفهوم خاطئ انه اي عمليه بتوجع، دائما الجرح بجراحه تجميل ما بيوجع، دائما اللي هو مو بيوجع اللي بيعمل شويه شعور تقل خلينا نقول او شعور تعضيل كثير قوي هو عمليه شفط الشحم.
فقط عملية شفط الشحم بالتجميل هي اللي بتخلف وراها شعور بالتقل أو بشعور بالتعضيل القوي. لكن رغم هذا الشعور أو التعضيل القوي، نحن كأطباء تجميل نحن نتغلب عليه أنه نعطي مسكنات بحيث أنه هذا الشعور بيختفي تماماً وما بتحس المرأة نهائياً أنه عاملة عملية تجميل. فأنا أطمنكم أنه عمليات تجميل غير مؤلمة، فقط موضوع شط الشحم نعطيه مسكنات بيصير غير مؤلم فقط لا غير. اكيد نحن بنتمنى الصحه والسلامه لكل يلي عم يشوفونا، وهي يعني معلومات كثير مهمه لنعرف مين فعلا الاشخاص اللي بحاجه طبعاً انه يعملوا هيك عمليات. لازم نميز كثير، يعني اذا ذكرتيني الموضوع لازم كثير نميز بين موضوع السيوليت وموضوع الترهلات. تمام. 75-80% من المراجعات تبعنا بالعياده بتجي الصبيه او الست تقول عندي سيوليت. السيوليت هي تنيات التقببات الشحميه اللي مثل علامة قش البردقان اللي هو علاجها النحت التجميلي، لكن الترهل علاجه شد. تمام. شكرا كثير لك يا دكتور، شكرا لكم. شكرا. أهلا وسهلا.